أحيانا أسمع غيبة أناس معينين وأكون معهم، وأحيانا تزل لساني معهم، ولكن أندم بعد ذلك وأدعو لهم بظهر الغيب، فهل ذلك جائز؟ نعم، لا يجوز الاستماع للغيبة ومن غير إنكار، وإذا شاركت فيها فالأمر أشد، إذا شاركت فيها الأمر أشد. وما ذكرته من أنك تتوب إلى الله وتدعو لمن وقعت عليه الغيبة تستغفر له، هذا شيء طيب، لكن لا تعود لمثل هذا. إذا تبت فتكن توبتك حاسنة ولا تعود لمثل هذا الشيء. نعم.